حتى يعني شوف انا كان عندي موضوع، لكن الموضوع ده والله يا جماعه الخير حرك في قلبي اشياء كثيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسال الله الثبات، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ابا بكر يقوم الليل، عمر بن الخطاب قالوا كان له خطين في وجهه من شده البكاء، عثمان بن عفان، عثمان بن عفان من اللي يستحي من عثمان بن عفان يا جماعه الخير؟ الملائكة تستحي من عثمان بن عفان يا جماعه الخير. كل هذول ما وصلوا هذه 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 المواصيل الا بدعاء واستعانه بالله وسؤال الله. ترى دائما يسالون الله الصحابه هؤلاء والنبي اللهم صل وسلم، بل الرسل كلهم يسالون الله الهدايه ويسالون الله الاستقامه ويسالون الله ان يقبضهم على الاسلام، ويسالون الله سبحانه وتعالى ان يجعل لهم اثر، ان يجعل لهم اثر. فانا رساله للجميع، رساله اللي شاهدنا الان، اسال الله، اسال نفسك. اذا انا واحد دائما ارجع اقول اسال الله الثبات في سجودك بين الاذان والاقامه، حتى اسال الله الثبات لمن حولك لاخوانك، ترى الدعاء في ظهر الغيب مستجاب. انا وانا ادعي اللهم ثبت بداح، اللهم ثبت سعد، ترى هذا من جمال الدين يا جماعه الخير.